26 قتيل في يومين من يعني موجة هائلة من ضرب كل المدن الأوكرانية، 26 قتيل. هدول في حادث ميكروباص بيروح أكثر منه. طيب أستاذ أحمد، هناك الآن يعني بعض من الشائعات على السوشيال ميديا تتحدث عن تأجيل بطولة كأس العالم بسبب حدث جلل، وطبعا نحن نتابع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، لماذا تعلق على هذا الأمر؟ ستتم بطولة كأس العالم في قطر، وستفوز بها إما البرازيل وإما الأرجنتين. إحنا بنسجل البرازيل أو الأرجنتين أو الأرجنتين، ويمكن فرنسا، يمكن هنضيف فرنسا يعني، يمكن، بس الأساس البرازيل أو الأرجنتين. برازيل أو الأرجنتين، نعم، ويمكن فرنسا، يمكن فرنسا لكن البطولة هتقام بإذن الرحمن. هذا كله من دعايات وتهريج بوتين، تخويف العالم. حرب عالمية، ما في حرب عالمية، الحرب العالمية أكرر هي مجموعة كبيرة من الدول ضد مجموعة كبيرة من الدول. نعم. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يعني 100 دولة شاركوا فيها، العالم كله تقريبا شارك فيها. الحرب العالمية الثانية كان فيها ألمانيا العظيمة وإيطاليا وتركيا واليابان ضد فرنسا وبريطانيا وأمريكا، أسامي بتخض يعني. صحيح. حتى الآن لم يشارك جندي واحد من حلف الناتو، ولا واحد، ولا دولة من دول حلف الناتو داخل المعركة، حرب مع أوكرانيا فقط فقط. ومن الجانب الروسي كان متوقع هو تحالف مع الصين والهند، وهذا لا أساس له مطلقا مطلقا. نعم. إيران بتعطيه الطائرات الانتحارية، هذا هو السؤال، أنه كيف إيران متفوقة على روسيا أو العالم في هذا الموضوع. صحيح. لأنه العقل الانتحاري هذا، أنه طائرات مسيرة انتحارية بتروح ما بترجع، هذا هي، هدول هم حلفاء روسيا، فما فيش حرب عالمية. وبعدين هو مش قادر على أوكرانيا، على 44 مليون، كيف ممكن يقدر على حرب عالمية؟ مستحيل مستحيل. صحيح. يعني هو المناطق الأربع مقاطعات اللي ضمها إضافة إلى القرم الخامسة اللي ضمها من 2014.